احنا يا دكتور معانا صورة نشوفها مع بعض، ممكن حضرتك تشرح لنا عليها هنا اكتر؟ بسهولة شديدة. هنا بنقول القناة الشرجية هي عبارة عن جزئين، في القناة الشرجية السفلية والقناة الشرجية العلوية. الخط اللي هو السبعات تمانيات دوت ده الخط اللي بيفصل ما بين القناة الشرجية العلوية والسفلية. أوكي. القناة الشرجية العلوية ما بقاش فيها احساس بالألم خالص. القناة الشرجية السفلية هي دي اللي بيبقى فيها احساس بالألم. تمام. ولو احنا بصينا هنلاقي في زي جرح موجود في القناة الشرجية السفلية، دوت بيوضح المكان الشرخ بالظبط اللي هو موجود في القناة الشرجية السفلية. تمام. الألم والفترة اللي هي ما بين بداية حدوث الألم لحد ما زرنا في حدود حوالي 6 أسابيع. أوكي. لو قعد أكتر من 6 أسابيع بيبتدي يحصل تليفات على الشرخ دوت أو على الجرح دوت، يبتدي يتحول من شرخ شرجي حديث إلى شرخ شرجي مزمن. مريض الشرخ الشرجي المزمن غالبا ما بيشتكيش بأي أعراض غير ممكن ظهور جلدة من فتحة الشرج. طيب لو البني آدم دخل في نوبة إمساك شديد تاني أو نوبة إسهال شديد تاني مرة تانية. فطبيعي جدا اللي انجرح مرة ينجرح تاني. تمام. بقى اضعف مكان هو المكان اللي فيه الجرح ده، فبينجرح مره تانية ومره تالتة ومره رابعه، فبقى كل مره اللي هو حاجه اسمها اوحش من اللي قبله. طبعا بيبقى شرخ شرجي حديث على شرخ شرجي مزمن، فبقى اللي جاي بيشتكي من الالم ونزول قطرات الدم وان العلاج ما بقاش يجيب معاه اي نتيجه.